تتابعي قناة تثقف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد من درس البلدان الأقل تقدما بالساحل الأفريقي حصيلة التنمية. واليوم باش نحكو على البنية الاقتصادية الهشة للدول هذه. البنية الاقتصادية هذه شنو فيها؟ فأول حاجة النمو اقتصادي ضعيف ومذبذب، يعني مرة طالع مرة هابط، أكثرية هابط. النمو الاقتصادي في البلدان الأقل تقدما بالساحل الأفريقي نمو ضعيف، باستثناء تشاد اللي حققت مع النمو مرتفع بداية من 2002، وهي سبب معنا اكتشاف النفط. وكما يتميز النمو الاقتصادي للدول هذه بالتذبذب نتاعو من عام لعام، وذلك بطبيعة بسبب مع تأثر القطاع الفلاحي تقلبات المناخ. كما حكينا المرة اللي فاتت قلنا الجفاف على فترات كبيرة ياسر. تتميز الدول هذه بعدم الاستقرار في معدلات النمو السنوية للناتج الداخلي الخام باستثناء تشاد وموريتانيا، وتكون المعدلات هذه في أغلب الأحيان إلا 7، معناها ضعيفة ياسر. وتشهد الدول هذه تضخم مالي ملحوظ وكبير ياسر، وارتفاع هام الأسعار المواد المعيشية مثل الدخن. الدخن هذا نوع من أنواع الحبوب اللي يستعملوه السكان في الدول هذه بكثرة. ثاني حاجة الفلاحة العاجزة، تعتبر معناها الفلاحة أساس اقتصاد الدول هذه، بحيث معناها تتراوح نسبة تشغيلها بين 50 و 92%. وتجمع الفلاحة بين قطاعين، أولا الفلاحة التقليدية، وتعتمد بطبيعة الفلاحة هذه على زوز أنظمة زراعية متكاملين. النظام الأول هو النظام الزراعي الغابي، ويسود النظام هذايا في مناطق السافانا والمناطق الغابية، ويتركز معناها النشاط الفلاحي على الزراعات البعلية المعاشية كما الدخن والدرو والمسطورة، مع الاستغلال معناها المكثف للغابة، وتنشط معناها الفلاحة هذه في إطار مستغلات عائلية صغيرة ياسر، تعتمد أدوات فلاحية بسيطة. تتميز معناها حتى الفلاحة هذه بتذبذب وضعف الإنتاج بتاعه والمردودية. الحبوب مثلا 12 قنطار في الهكتار، كما بطبيعة ما تحققش الاكتفاء الذاتي للسكان. النظام الرعوي الترحالي، النظام هذا هو من اختصاص بعض القبائل الرحل كما قبائل البال والتوارق، وهي معناها قبائل تعيش من تربية البقر والإبل والغنم بالمناطق الشمالية خاصة في الصحراء، وترتحل مع القبائل هذه للجنوب. ورغم ضعف مردود النظام هذا لأن عدد القطيع من عام لعام مش يزيد. الزراعة العصرية هي موجهة بالطبيعة للتصدير، وتنشط معنا في نطاق طيعات كبيرة، تعتمد على المكننة مع الماكينات وكل شيء والأسمدة واليد العاملة اللي تخلص. تستغل معنا الزراعة دي أخصب الأراضي خاصة الأراضي القريبة من السدود الكبرى على ذو أنهار السنغال والنيجر، وتقوم بطبيعة الزراعة دي على طاعات الزراعات الصناعية كما القطن في بوركينا فاسو والفول السوداني في السنغال وقصب السكري في تشاد. تبقى معناها المنتجات هذه عرضة للمنافسة الشديدة، تقلبات الأسعار معناها في السوق العالمية. ثالث حاجة في البنية الاقتصادية الهشة للدول هذه معناها الأنشطة الحضارية الضعيفة ياسر. الهيمنة معناها الأنشطة، أولا باش نحكو على هيمنة الأنشطة الغير مهيكلة في المدن. القطاع الغير مهيكل هو النشاط الأساسي في مدن الساحل الأفريقي، حيث معناها يشغل ويخدم القطاع هذايا أكثر
من 3/4 مواطن الشغل بالعواصم بتاع 9 دول هذه. ويتميز النشاط هذا بطبيعة بحيوية كبيرة وقدرته على توفير فرص عمل جديدة، باش يقلص من حدة البطالة وإدماج النازحين اللي يجوا من الأرياف وحب يخدموا في المدن هذه. وتأمن معنا بطبيعة الأنشطة الخدمية على اختلاف أنواعها على القطاع هذا، كما تجارة التفصيل والترانسبور والإطعام، كل ما هو معنا مطعم كل شيء. كما القطاع هذا زاد يستغل الورشات الصناعية البسيطة اللي تخدم أقل من 5 خدامة، وهي معنا ذات طابع نجم نقوله عائلي. آخر حاجة، ثاني حاجة هذه وظيفة صناعية محدودة. ارتكز معنا التصنيع في الدول هذه على باش يحولوا المواد الأولية الكيميائية والمنجمية، واللي هي معنا تعتبر صناعات الجيل الأول. وحصيلة التصنيع في الدول هذه محدودة وتبرز من خلال بر عدة حاجات، من خلال مثلا تخصص أغلب الدول هذه تتخصص في صناعة محددة، كما السنغال في الصناعة الكيميائية اللي تعتمد معنا باش يحولوا الفوسفات، إضافة معنا بروز الصناعات الغذائية، ومساهمة ضعيفة بالطبيعة على الصناعة في الناتج الداخلي الخام اللي ما يتفوتش 30%، وبروز وحدات صناعية صغيرة أغلبها مصانع غذائية ترتكز معناها الوحدات الصناعية دي بالمدن العواصم كما الدكار في السنغال وباماكو في مالي. كاستنتاج نجم نقوله اللي الصناعة ضعيفة جدا في الدول هذه. بك نكون شرحنا العنصر الثاني من درس البلدان الساحل الافريقي. بإذن الله الفيديو الجاي باش نشرح آخر عنصر من الدرس هذا، اللي هو التجارة الضعيفة وتعويلها من مفرط على المساعدات الخارجية. كما العادة الدروس موجودة في الجروب فيسبوك ولا على موقع الويب نتاعي. أي حاجة مش مفهومة في التاريخ والجغرافيا خلوها لي في الكومنتات ولا في الفيسبوك. مراجعة طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.